نزوى هي موطنا من مواطن العراقة العمانية وأصلا من الأصول الحضارية في عمان، فقد مضت في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم تغترف من الحضارة الحديثة بإنشاء المدارس ومعاهد التعليم التي فتحت أبوابها أمام الفتاة العمانية إلى جانب الشاب ليسهم في ترسيخ الصروح الحضارية والمكاسب التي تحققت خلال عهد الانتفاضة المباركة. لقد كان من أول اهتمامات جلالة السلطان المعظم بناء المواطن العماني القادر على تحمل مسؤوليات التطور الحضري، ولعل التعليم هو المدخل الطبيعي إلى بناء مثل هذا المواطن، فالعلم هو أساس إيجاد الإنسان القادر على صنع التقدم، وهو البداية لأي تطور نحو مستقبل أفضل. والعلم بالنسبة لعمان هو الطريق الذي لا بديل عنه لتحقيق قفزات حضارية تستطيع اختصار ما سقط من الزمن إبان فترة الجمود العريضة في حياة الشعب العماني. ولهذا عندما أشرق فجر التغيير في 23 من يوليو 1970 بزغ معه التعليم كرسالة إنسانية وحضرية وكهدف له أولوية قصوى، ولم تأل الحكومة الرشيدة جهدا في سبيل رفع مستوى التعليم وانتشاره. ولقد تحقق على مدى السنوات الماضية الكثير في مجال التربية والتعليم، وخطى المواطن العماني خطوات تعتبر من قبل أجهزات، فقد انتشرت المدارس على امتداد سلطنة عمان كلها، وقد وجدت الفتاة العمانية كل الفرص أمامها اليوم، حيث تدفقت الفتيات بأعداد كبيرة على المدارس يطلبن الالتحاق بها رغبة منهن تقت العمل من أجل حياة كريمة وشريفة. هو
السلطان الشاب. هو السلطان الشاب الفاسد. وتمضي حركة التعليم في نزوى وفي غيرها من مناطق السلطنة تسهم في بناء المجتمع العماني مشاركة في تحقيق أهداف وطموحات الانتفاضة المباركة وبناء الإنسان القادر على العمل الإيجابي وعلى تحمل مسؤولياته في صنع مستقبل بلده وتقدمه وازدهاره. ليه ما خلص يلا مشان تخلي مكان للإملاء. ها تمام خلص جبات ولا يكفي للإملاء خلينا مكان تبعي للإملاء خلاص. دلوقتي احنا هنتكلم عن دورة حياة الحشرة، دورة حياة النحلة. دورة حياة النحلة بتتكون من دورة حياة ايه؟ مين يعرف دورة حياة ايه؟ ايوه ثانية دورة حياة كاملة اللي هي بتتكون من كم طور من الأطوار؟ مين يعرف كم طور من الأطوار تتكون؟ ايوه لا خطأ. نعم بقى خطأ. من يعرف معهم يسميهم؟ مين يعرف يسميهم؟ ايوه قل بيضة. هيا قل هذه داخل شنة وحشرة كاملة. حشرة كاملة أربع أطوار بتمر بيهم حشرة الإيه؟ النحلة. النحلة بتمر أول شيء الملكة بتضع الإيه؟ البيضة. وبعدين تتحول البيض إلى يرقاء. وبعدين تتحول إلى وبعدين تتحول إلى دورة كاملة. طيب مين يعرف؟ ما هو الفرق بين الدورة الكاملة والدورة الناقصة في الحشرات؟ مين يعرف الفرق؟ ايه بين الدورتين؟ مين يعرف؟ ها؟ ايوه؟ قوم قوم ها؟ الدورة الكاملة ها؟ أربع أطوار. أيوه والناقصة؟ ها؟ طب مين يعرف اللي هي الثلاث أطوار بتوع الدورة الناقصة؟ ها؟ الثلاث أطوار بتوع الدورة الناقصة نعم؟ بيضة حورية حشرة كاملة. طيب مين فاكر في الحشرات اللي احنا درسناها؟ ها؟ الحشرات اللي احنا درسناها غير هذه النحلة. الدورة الناقصة للحشرات. مال ايه؟ مين يعرف مال ايه؟ ها؟ القمل. القمل صح. وين؟ مين يعرف غير القمل؟ ايوه هناك. لكن؟ الجراد. الجراد مضبوط. مين يعرف غير؟ ها؟ الصرصور. صح قول هذا الصرصور. برافو.